أهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية من قناة بلقيس، والبداية بأبرز العناوين. انعقاد جلسة مشتركة في مشاورات الكويت، والمبعوث الأممي يصفها بالبناءة والإيجابية. الميليشيا في تعز تقصف أحياء المدينة وتفجر بيت الفن، وخروقات مستمرة للتهدئة في شبوة. لم يلتزم الحوثي بالهدنة وقد قام بخرقها. جاهزين إن شاء الله بإذن الله، ونعد يعني خطة أمنية متكاملة. خطة عسكرية لتحرير أبين من القاعدة، وتظاهرات في زنجبار تطالب بخروج عناصر التنظيم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نستهل النشرة معكم بفتح الملف الخاص بآخر التطورات المرافقة لمشاورات السلام بين الحكومة والميليشيا في دولة الكويت وبرعاية الأمم المتحدة. دعا الرئيس عبد ربه منصور هادي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى ممارسة الضغط على الحوثيين من أجل انخراط إيجابي وبدون شروط مسبقة لبحث أجندة المشاورات التي تجري في الكويت. وأكد هادي في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة حرص الحكومة على مواصلة العمل مع المبعوث الأممي لتحقيق سلام مستدام من خلال مشاورات الكويت. وأتمن الرئيس هادي الجهود الأممية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 22/16 والتي تشكل الأرضية العملية لمشاورات السلام وفق المحاور الخمسة لأجندة المشاورات. وفي السياق ذاته، قالت الحكومة أن خروقات لميليشيا الحوثي والمخلوع تهدد بحالة التهدئة وتؤكد تصعيد الحرب. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية سبا أن وفد الحكومة في المشاورات قدم رسالة للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ حول استمرار خروقات الميليشيا، مشيرة إلى أن تلك الخروقات وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عنه. وأوضحت رسالة الوفد الحكومي أن الخروقات تجاوزت العمليات العسكرية إلى تفجير المنازل، وهو ما يشكل إرهابا حقيقيا واضحا وجرائم حرب لا لبس فيها. على صعيد متصل، قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إن جلسة مشتركة عقدت اليوم بين وفدي المشاورات اليمنية في الكويت. وبحسب بيان المبعوث الأممي، فإن الوفدين عرضا تصورات للمرحلة المقبلة تحمل نقاطا مشتركة بين الجانبين. ووصف المبعوث الأممي للمشاورات بالبناءة والإيجابية. وعقدت الجلسة بعدما سلمت الحكومة والحوثيون وحلفاؤهم رؤى للأطر العامة التي يفترض مناقشتها في الجلسات. وفي السياق ذاته، أعلن وفد ميليشيا الحوثي والمخلوع تسليم رؤيتهما للأمم المتحدة حول الإطار العام للحل السياسي. وقال المبعوث أو المتحدث باسم الميليشيا محمد عبد السلام إنهم سلموا مع المؤتمر الشعبي العام رؤية موحدة للإطار العام للحل السياسي والأمني. وبحسب المصادر الإعلامية، فإن الرؤية التي قدمها وفد الميليشيا تشمل تسليم السلاح والانسحاب من المدن والترتيبات الأمنية والحل السياسي للأزمة ومعالجة ملف المعتقلين. على الصعيد ذاته، أكد سفير فرنسا لدى اليمن مارك جورجوران اهتمام المجتمع الدولي بالمسار السياسي لإنجاح فرص السلام بموجب القرارات الدولية، مشيرا إلى أن فك الحصار عن المدن وإطلاق الأسرى يسهم في إنجاح المشاورات وتعزيز بناء لبناء الثقة بين الجانبين. شروط متناقضة لأطراف المشاورات في الكويت لم تفضي إلى أي شيء، على الرغم من تحديث تصريحات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ. فآخر ما ذكره الرجل أن الوفدان عرضا تصورهما للمرحلة المقبلة، وأن هناك العديد من النقاط المشتركة لمشاورات بناءة، واصفا الأجواء بالواعدة والإيجابية. عمليات الانسحاب وتسليم الأسلحة الثقيلة واستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي. يحاول المبعوث أن يبدو واقفا عند نقطة التوازن، غير أن المشاورات تراوح مكانها منذ أسبوع، ولا جديد في انفراج الأزمة غير مزيد من المواقف المتصلبة لدى جماعة تتقن فن المراوغة في الأروقة السياسية وتستمر في معاركها على الأرض.
الرئيس هادي الذي يدخل على خط المشاورات من خلال رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، طالب فيها بالضغط على القوى الإنقلابية للانخراط الإيجابي في المشاورات كما قال وبدون أي شروط، مؤكداً أن الحوار هو المسار الوحيد الذي يضمن استعادة الدولة من أيدي الميليشيا، لكن وفق استحقاقات النقاط الخمس الأساسية. وبينما يؤكد ناطق الجماعة الإنقلابية أنهم حرصوا على إنجاح المشاورات، لكن لا أحدا يدرك كيف وأين ومتى، في ظل نسف الجماعة كل مرجعيات الحوار والقفز إلى الخلف إلى ما قبل مؤتمر جنيف الثاني ومحاولة التمسك بتثبيت وقف إطلاق النار الذي أصلا لم تلتزم به الجماعة الإنقلابية، بالإضافة إلى مطالبتهم التوافق على سلطة تنفيذية جديدة. بينما تمسكت الحكومة برؤيتها البدء بمشاورات تعزيز الثقة والذي يشمل فك الحصار عن المدن وفتح ممرات آمنة وإطلاق المعتقلين والأسرى والتوقف عن التدخل في مهام الحكومة. ومعنا من الكويت الصحفي المرافق للوفد الحكومي مختار الرحبي. مختار، أهلا بك معنا في هذه النشرة. بداية، هل اتضحت الرؤية التي قدمتها الميليشيا وأيضا وفد الحكومة لولد الشيخ وتم الاتفاق على ذلك أم لا؟ نعم، في حقيقة الأمر لم يتم الاتفاق، إنما تم عرض هذه رؤية الحكومة والتي تم نشر أجزاء كبيرة منها، ورؤية الميليشيات الإنقلابية التي تتضمن كثير من المغالطات وكثير من العبارات المطاطية. وفي حقيقة الأمر أنهم يحاولون يعني عدم الدخول والخوض في قضايا هي أساسية، قضية مثلا سحب الأسلحة والانسحاب من المدن، يريدون تشكيل حكومة وهذه الحكومة هي من تستلم هذه الأسلحة ومن تعود إلى عملها في الدولة. بالتالي هذا تميع للقضية الأساسية وتميع لكل القضايا وكل المرجعيات وكل القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الذي قضى بأن المشروعية هي للحكومة الشرعية الحالية وليس لحكومة قادمة أو حكومة يحاول الحوثيين الآن التطرق لها والدخول إليها ومحاولة مناقشتها. نعم، إذن أمام هذا يعني عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لميليشيا الحوثي وأيضا عدم الدخول في مفاوضات جدية والبدء في تنفيذ النقاط الخمسة المتفق عليها، ما هو الموقف الذي قامت به الحكومة أو ماذا رشح عن الحكومة وأيضا عن المجتمع الدولي أمام هذا التماطل والتلاعب؟ نعم، حتى هذه اللحظة في حقيقة الأمر أنه حتى هذه اللحظة يعني تم مناقشة القضايا اليوم صباح اليوم، الرؤى صباح اليوم. بالتالي نحن ننتظر الجلسات القادمة التي ستتم بين الحكومة وبين الميليشيات الإنقلابية حتى تتضح الرؤية بشكل واضح، ولكي يتم بعد ذلك تحديد موقف واضح من هذه المماطلة ومن ما تقوم به ميليشيات الحوثي سواء على أرض الواقع في محافظة تعز وغيرها من المناطق الملتهبة التي ما تزال حتى هذه اللحظة تتعرض للقصف والدمار والقتل والتنكيل، إضافة إلى المماطلة التي تحصل هنا في الكويت. نعم، إلى أي مدى يعني مختار ستستمر هذه المماطلة والتفاوض مع الميليشيا؟ كما تعلم الآن مر أكثر من أسبوع على التقاء الطرفي المفاوضات في الكويت ولم تحدث أي نتائج حتى اللحظة. صحيح، هو لم يحدث أي شيء على أرض الواقع ولم يحدث أي شيء في أروقة المشاورات والمفاوضات هنا في الكويت. بالتالي نحن ننتظر بعد تقديم الرؤى، نحن ننتظر الموقف الدولي. اليوم سيكون هناك مؤتمر صحفي لإسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم 7 مساء، سننتظر ماذا سيقول وماذا ستقدم الأمم المتحدة، وأيضا سننتظر موقف من الدول الراعية 18 والدول الخمسة دائمة العضوية، ما هو سيكون موقفهم الواضح. ونحن نطالب أن يكون هناك موقف واضح من هذه المماطلة. هم يريدون أن يكسبوا الوقت، وهذا شيء معلوم ومعروف للجميع أن الميليشيات الإنقلابية تريد أن تكسب الوضع وتريد أن ترتب أوراقها وأوضاعها في الداخل، وتريد أيضا أن تكسب قليل من التعاطف من المجتمع الدولي. مختار الرحبي الصحفي المرافق للوفد الحكومي، شكرا لك، كنت معنا من الكويت. على الصعيد الميداني، استشهد مدنيان وأصيب عشرات آخرون جراء استمرار القصف على الحياء السكنية في مدينة تعز. وقالت مصادر محلية أن مدنيين استشهدا جراء القصف الذي طال عددا من الأحياء السكنية خلال الساعات الماضية، مخلفا أضرارا مادية كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم. كما طال القصف قرى سكنية في جبل صبر والضباب وحيفان والوازعية ومناطق ريفية أخرى في المحافظة.
وفي تعز أيضا أقدمت ميليشيا الحوثي والمخلوع على تفجير بيت الفن الثقافي التابع لوزارة الثقافة. وقالت مصادر محلية أن التفجير دمر معظم أجزاء المبنى الواقع في حي الجحملية والذي شهد لسنوات طوال أهم معارض الفن التشكيلي في المدينة. وجاء تفجير المبنى ضمن تدمير الميليشيا لعدد من منازل الحي، حيث فجرت خلال الأيام الماضية 5 منازل تابعة للمواطنين. إلى ذلك قال مراسل قناة بلقيس في تعز أن جنديا من الجيش الوطني قتل برصاص قناص الحوثي في منطقة الأقرود جنوب المدينة. وبحسب المصادر المحلية فإن أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صدوا هجمات للميليشيا في الزنوج وعصيفرة شمال المدينة، فيما تعرضت عشرات المواقع للقصف العنيف بما في ذلك مقر اللواء 35 مدرع. وفي السياق ذاته قال الناطق باسم المجلس العسكري في محافظة تعز العميد منصور الحساني إن القصف العشوائي على الأحياء السكنية لم يتوقف يوما وإن المدينة تعيش وضعا مأساويا. وأضاف الحساني أن القصف العشوائي مستمر على الأحياء في ثعبات والضباب والشماسي والديم في صبر، مؤكدا أن الميليشيا شددت حصارها على المداخل الرئيسية للمدينة وأغلقتها بالكامل. وبحسب الحساني فإن الجيش الوطني والمقاومة ملتزمون بالهدنة ويتصدون لأي هجوم دفاعا عن النفس فقط. الحمد لله تم الآن اقتحام واستكمال اقتحام. هذا وكان قد تظاهر المئات من أبناء مدينة تعز المحاصرة للمطالبة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 22/16. وقال شهود عيان إن المتظاهرين خرجوا في مسيرات جابت عددا من شوارع المدينة رافعين لافتات كتبت باللغة العربية والإنجليزية تطالب بتنفيذ القرار الأممي. عبارة واحدة فقط اختزلت فيها كل مطالب أبناء تعز في مظاهرة خرج فيها العشرات مطالبين فيها بتنفيذ قرار 22/16. واعتبر المحتجون أن أي تهاون بما يخص القرار يعتبر تخاذلاً في حقهم، فيما أبدى هؤلاء استنكارهم وغضبهم من استمرار الحصار والقصف بالتزامن مع المجاورات السياسية الجارية في الكويت. فبعد مرور أسبوع من انعقاد المشاورات لا جديد يفاجئ هذه المدينة وسكانها، فالكثير من الخروقات شهدتها وما زالت تعيشها المدينة منذ توقيع اتفاق التهدئة الذي لم تلتزم به الميليشيا كعادتها. شهداء وجرحى من المدنيين يتساقطون ضحايا للخروقات المستمرة في أنحاء متفرقة من المدينة وفي مديريات ريفية كالمسراخ وصبر الوازعية. مواقع الجيش الوطني والمقاومة أيضاً في مركز المحافظة كان لها نصيب من سلسلة هجمات للميليشيا في الزنوج وعصيفرة استطاعوا كسرها. وبين مسار عسكري وآخر سياسي تفرض تعز نفسها كبوابة لأي محاولات يمكن أن تفضي لسلام. ومعنا من تعز رئيس عمليات المجلس العسكري العقيد عبد العزيز المجيدي. سيادة العقيد، كيف تجري الأمور في تعز في ظل هذه التهدئة التي تحدث فيها اختراقات كبيرة من قبل الميليشيا، يزداد الحصار على المدينة، تقصف المدينة بمختلف الأسلحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخي الكريم. أولا نحن في عملية الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ليس هناك تهدئة، هو مجرد زعم أن هناك تهدئة، بل إن الميليشيات الانقلابية الحوثي العفاشية كثفت من عملياتها العدوانية على مدينة، على محافظة تعز، على مختلف الجبهات وخاصة جبهات المدينة وخاصة الجبهة الشمالية الغربية، حيث قامت بعمليات عدائية هجومية على معسكر اللواء 35 والدفاع الجوي، وفي مختلف الجبهات وفي الجبهة الشرقية والجنوب الشرقية في جبهة ثعبات والجبهة الشمالية، أكثر من 566 خرقا، 655 خرقا منذ 10 أيام. نعم. الميليشيات الانقلابية تستغل كل الهدنة فقط لإعادة تمركز واحتلال مواقع وتنقل القوات
كل العمل منذ اول يعني نعم منذ اول يوم نعم اعلان الهدنه مزعومه. نعم سياده العقيد، امام كل هذه الخروقات التي ترتكبها الميليشيا في تعز، كيف تتعاملون انتم معها؟ نحن في الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه ملتزمون بالتوجيهات القياده السياسيه والعسكريه الشرعيه باحترام الهدنه، لكننا نرد بموجب قواعد الاشتباك وصد كل محاولات العدو التي قام فيها لحد الان. وهناك يعني في شهداء من الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه وشهداء من المدنيين في الاحياء السكنيه جراء القصف من مختلف العيارات المدفعيه والصواريخ الكاتوشه ومن كل العيارات، وقد تركز القصف في المدينه اكثر هي على مستشفى الثوره كل المنشات الصحيه. نعم. بل ان الميليشيات الانقلابيه شددت من الحصار على محافظه تعز ومنعت كل مقاومه الحياه وخاصه نعم يعني ما تعاني منها نقص حاد في المستشفيات من كل وسائل نعم العلاجات. دور اللجنه سياده العقيد المشرفه على هذه التهدئه وعلى رصد الخروقات، ما الذي تقوم به في ظل الخروقات المتكرره والمتواصله من قبل الميليشيا؟ اللجنه مهمتها فقط ترصد الخروقات ترسلها، لان ما فيش تواصل حتى مع اللجنه الاخرى. اللجنه الاخرى التي كانت برئاسه الشيخ محمد عبد الله بن نايف التي وقعت مع رئيس اللجنه من الجانب الشرعي، من ثاني يوم اغلقوا التليفونات ولا بدأوا، هم لا يحترموا احد، لا يحترموا لجنه ولا يحترموا هدنه. يا اخي الكريم، امس بعد صلاه الجمعه خرجت مسيره حاشده، خرج مرض من البشر من تعز يطالبوا بتنفيذ القرار 2016 دون المراوغه ودون التلاعب. لا يوجد هناك هدنه ولا يوجد احترام، عوضنا هذه الميليشيات الانقلابيه بنفس كل العهود وكل المواثيق، هي لم تحترم اي ما توقع عليه ولا يحزنون. هؤلاء نحن فاهمين لهم، نحن في جبهه تعز منذ سنه كشفنا شفرتهم وهنجلتهم نعم الكاذبه. نعم. فقط نحن نريد تعزيزات يعني دعم السلاح بالسلاح اللي طلبناه واللي طلبه الاخ قائد المقاومه، ونحن مستعدين نخليهم يفروا زحفا وحبوا على ركبهم ليطلبوا السلام ويطلبوا الهجنه. هؤلاء لا يحترمون احد الا بالقوه. أشكرك العقيد عبد العزيز المجيدي رئيس عمليات المجلس العسكري، كنت معنا من تعز. إلى محافظة شبوة، حيث تواصل ميليشيا الحوثي والمخلوع خروقاتها في مديريتي بيحان وعسيلان. وقالت مصادر محلية إن الميليشيا شنت هجمات وقصفا طال مواقع الجيش الوطني والمقاومة، إلا أنها تمكنت من التصدي لها. مراسلنا إبراهيم حيدرة والتفاصيل. حرب لا تريد لها الميليشيا أن تنتهي، ففي محافظة شبوة تواصل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح انتهاكها للهدنة المعلنة والاتفاقية التي تشرف عليها لجنة تثبيت وقف إطلاق النار في جبهات بيحان وعسيلان، حيث تواصل الميليشيا إطلاق صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون على معسكرات الجيش الوطني من اللوائين 19 مشاة والحادي والعشرين ميكا، بالإضافة إلى استهدافها لمنازل المواطنين في ضواحي مدينة عسيلان. والأكثر من ذلك محاولة المستمرة لاستعادة بعض المواقع الخاضعة للجيش الوطني في جبهة الصفراء شرق المديرية، في حين يؤكد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على الالتزام بشروط الهدنة مع الاحتفاظ بحق الرد. حاول أنه يسيطر على المواقع الذي فيها الجبهة، فيها المقاومة والشعبية واللواء 21، ولكن أتصدوا له وردوه من حيث أتى. الخروقات التي ترتكبها الميليشيا تأتي بعد الإعلان عن آلية تنفيذ وقف إطلاق النار التي دعت كل الأطراف لإيقاف العمليات العسكرية في عسيلان وبيحان وإدخال المساعدات للمواطنين والبت في معالجة ملف الأسرى، إلا أن الميليشيا لم تلتزم بشيء من ذلك. لم يلتزم الحوثي بالهدنة، وقد قام بخرقها في عدة مواقع، في جبل قندل وفي الخيالة وفي قرن الصفراء وفي قرنات لقطة، وقام بالهجوم الشرس على تلك المواقع ولكنه عاد. استمرار الميليشيا في عملياتها العسكرية في مختلف الجبهات يوازيه تعنت سياسي للوهد الذي مثلها في مشاورات الكويت، وإصراره على التمسك بشروط بعيدة عن إجلدة القرار الأممي الذي يلزمها بالانسحاب من المدن وإيقاف حربها على اليمنيين. إبراهيم حيدرة لقناة بلقيس شبوة. قال مدير أمن محافظة أبين العميد ناصر علي هادي إن هناك خطة عسكرية وأمنية لتحرير أبين من الإرهابيين، وأضاف هادي في تصريح لقناة بلقيس أن العملية العسكرية لم تتوقف وأن هناك خططا جاهزة لتحرير المحافظة.
ما فيش توقف هناك، احنا جاهزين ان شاء الله باذن الله، ونعد يعني خطه امنيه متكامله يعني بعيده عن الشواب وتخطيط وتكتيك عسكري قتالي جاهز، بحيث انه هناك لا توجد اي سلبيات، وسيتم تطهير ابين وابناء ابين رجال، وجاهزين لتحرير المحافظه من الارهابيين وطردهم من المحافظه. ويعني نحن برضه في الامن عندما تتوفر لدينا الامكانيات بحسب التوجيهات تمام، سوف نقوم بدورنا لجانب اخواننا المقاتلين من الجيش الوطني. وفي السياق ذاته، شهدت مدينة زنجبار عاصمة المحافظة خروج أول تظاهرة شعبية ضد تنظيم القاعدة، وطالب المتظاهرون تنظيم القاعدة بمغادرة مناطقهم مرددين شعارات من بينها كفاية ودعونا نعيش بسلام ولا إرهاب بعد اليوم. وتعهد المتظاهرون بتنظيم فعاليات احتجاجية يومية ضد التنظيم الذي يرفض عناصره الخروج من المدينة، وطرح شروط تعجيزية بحسب وسطاء تم تكليفه من قبل الأهالي عقب التظاهرة بإيصال المطالب إلى قادة التنظيم في المدينة. على الصعيد ذاته، شنت طائرات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع تتمركز فيها عناصر تنظيم القاعدة في محافظة لحج. وتحدث شهود عيان عن استهداف طائرات تابعة للتحالف العربي مواقع وتجمعات للتنظيم في مدينة الحوطة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. إلى ذلك، تتواصل العمليات العسكرية ضد تنظيم القاعدة في عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية بدعم من قوات التحالف العربي. في سياق آخر، قالت مصادر إعلامية إن البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الميليشيا في العاصمة صنعاء حذر وزارة المالية بتوقف دعم عدد من المؤسسات والصناديق الحكومية بسبب شح الإيرادات. ويأتي هذا التحذير في ظل موجة من الاحتجاجات نفذها موظفو هذه المؤسسات نتيجة لتأخر مرتباتهم. التفاصيل في سياق التقرير التالي. تنتكس الحياة برمتها، ويظل السوق وفيا لحسبة العرض والطلب ما دام هناك بشر يجوسون فسحة العيش كل يوم. وإن استعرت الحرب وصارت هي الشأن العام، ساسة السوق هم أنفسهم لا يتغيرون، يبقون على مطاردة العملة يجرونها من جيوب الناس إلى جيوبهم، ويتقاسمون بينهم رزق الحرب وإن كان قوت الناس نفسها. في اليمن المضطرب يجد الجميع أنفسهم بين حربين، السلاح وحرب السوق، وانتظار ما لا يجيء. منهم من أصبح دون الكفاف، وآخرون استعانوا بمداخلهم التي تقف على تخوم سد الحاجات الأساسية. على التموضعات الجديدة لدخولهم في معادلة الإنفاق تعطيهم صفة طبقية متماسكة في الفرز الجديد، فالحرب تغير الخرائط الاقتصادية وفق منطقها الخاص. تفيد الأخبار الواردة أن البنك المركزي لم يتخلص من أزمته المالية الخانقة، وبدا كأنه يحاول الانسحاب من المشهد العام برفع غطاء الدعم عن عدد من المؤسسات والصناديق الحكومية، الأمر الذي يهددها بالتوقف تماما ويفاقم من معاناة موظفيها. تأتي هذه الإجراءات في ظل سياسة يقول البنك إنها ضرورية للحفاظ على ما تبقى من العملة، وبعد موجة من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها موظفو عدد من المؤسسات بسبب تأخر صرف مرتباتهم نتيجة تعرض مؤسساتهم لحالة من الإفلاس وضياع ونفاذ إيراداتها، إضافة إلى توقف نشاطها ما دفع البنك المركزي لتحذير وزارة المالية من عدم مقدرته على تغذية رواتب الموظفين بهذه المؤسسات. وطالب البنك وزارة المالية بتعزيزه بالإيرادات والموارد المالية، والذي بموجبه سيقوم بتغطية مرتبات موظفي هذه المؤسسات المرتبطة بقطاع الوحدات الإدارية والاقتصادية للوزارة. يريد البنك المركزي في ظل سلطة الميليشيا الانقلابية وسيطرتها على الدولة ومؤسساتها تبرئة نفسه من تبعات سياسته النقدية، كما تريد سلطة الميليشيا تبرئة نفسها من تبعات سياستها المالية، وهي التي سوغت نمو النهب والسوق السوداء وتحويل المال العام إلى مجهود حربي. أفرجت ميليشيا الحوثي والمخلوع عن الناشط سالم عياش بعد اختطاف دام لأكثر من 6 أشهر. وقالت مصادر مقربة من أسرة عياش إنه تم الإفراج عنه من قبل الميليشيا بعد اختطافه في نوفمبر من العام الماضي بتعز، واقتياده إلى سجن في صنعاء. وعياش واحد من النشطاء المعارضين للميليشيا من خلال كتاباته في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
في الحديدة يشكل نقص المنهج المدرسي عبئا إضافيا على المشكلات والقضايا التي يعانيها قطاع التعليم في المحافظة، وضاعفت هذه المشكلات من معاناة الطلاب في ظل الأوضاع المضطربة التي تشهدها المدينة. ما تزال مشكلة المناهج الدراسية القضية الرئيسية التي تؤرق الطلبة في محافظة الحديدة، حيث يعد قطاع التعليم من أشد القطاعات تضرراً في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد، إلى جانب تسرب الطلبة من التعليم وغياب المعلمين واستخدام بعض المدارس ملاجئ للنازحين أو مخازن عسكرية لميليشيا الحوثي والمخلوع. المشكلة الطارئة الآن بالنسبة لهؤلاء الذين يحاولون الاستمرار وسط كل هذه المخاوف هي غياب المناهج الدراسية التي تساهم في تفاقم مخاوف هؤلاء التلاميذ، خصوصا في لحظات الاقتراب من فترة الاختبارات النهائية، حيث يعانون من غياب الكتاب المدرسي وعدم توفره. على وجه الخصوص تبرز هذه المشكلة في المديريات النائية والبعيدة عن مركز المحافظة، فيما المدرسون يرون أن غياب المناهج وعدم توفرها واحد من العقبات. تبقى هناك مساحة ضوء في بعض هذه المدارس للتعليم ومحاولات الطلبة الالتحاق بركب المستقبل من خلالها، وإن كانت قليلة أو بسيطة، ومع كل ذلك ما يزالون يسيرون، غير أن السير إلى المستقبل مهدد بكثير من العقبات في لحظة لا أحد خلف هذه الأسوار من المعنيين يرد على التساؤلات العالقة في أذهان الطلبة والمعلمين ولا حتى على وسائل الإعلام. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. انعقاد جلسة مشتركة في مشاورات الكويت والمبعوث الأممي يصفها بالبناءة والإيجابية. الميليشيا في تعز تقصف أحياء المدينة وتفجر بيت الفن، وخروقات مستمرة للتهدئة في شبوة. لم يلتزم الحوثي بالهدنة وقد قام بخرقها. جاهزين إن شاء الله بإذن الله، ونعد يعني خطة أمنية متكاملة. خطة عسكرية لتحرير محافظة أبين من القاعدة، وتظاهرات في زنجبار تطالب بخروج عناصر التنظيم. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.